في مشهد له دلالات، الرئيس الأوكراني في زيارة ميدانية قرب خطوط التماس في مدينة باخموت سلم خلالها بعض الميداليات للمقاتلين ليرفع معنويات جنوده في معركة تبدو خاسرة برأي الغرب رغم دعمهم المستمر. وبعد الهدوء النسبي الذي تزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، اشتعلت عدة جبهات في الحرب مرة أخرى، والقصف اقترب من العاصمة كييف. 4 قتلى خلفهم هجوم على منشآت مدنية في محيط العاصمة الأوكرانية إثر هجمات ليلية بطائرات مسيرة روسية خلفت كذلك 10 المصابين. وفي مدينة زاباروجيا خلف هجوم على مبنى سكني قتيلا واحدا وأكثر من 30 مصابا بينهم أطفال، هجوم وصفه الرئيس الأوكراني بالوحشي. وعلى الجانب الآخر قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن البحرية الروسية صدت 3 هجمات بطائرات مسيرة على مرفأ المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، مما أسفر عن إغلاق خليج سيفاستوبول أمام حركة الملاحة، كما كشف عن إحصائية جديدة للحرب أشار خلالها إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20,000 منشأة عسكرية أوكرانية وقامت 140,000 طلعة جوية منذ بدء الحرب.